أسفرت الأعاصير التي ضربت العديد من المناطق في وسط وجنوب الولايات المتحدة عن مقتل أكثر من 80 شخصاً غالبيتهم في ولاية كنتاكي. يأتي ذلك فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين محتملين وسط توقعات بارتفاع أعداد الضحايا. فهل تعتبر هذه الأعاصير أحد التأثيرات الناجمة عن ظاهرة التغير المناخي في العالم؟ نرحب بضيفنا من واشنطن خبير الأرصاد الجوية في واشنطن بوست ماثيو كابتشي. أهلا بك سيد ماثيو. صور مروعة للأعصار الأكثر تدميرا في العام 2021، أي مؤشرات ستلتقطها الحكومات صور كنتاكي وسائر الأعاصير التي ضربت أمريكا الشمالية والجنوبية هذا العام؟ أعتقد أن إحدى الأمور هي أن الحكومة دائما تتعامل مع الكوارث الطبيعية، أما في هذه المرة فإن الأضرار حدثت كثيرا. هذه الزوبعة كانت بسرعة 350 كيلومترا، وطبعا الأمر يتعلق بأين يضرب وإلى أين يصل. نحن لا نعرف لحد الساعة كمية الأضرار، وربما حتى على مدى كيلومتر مربع في مسيره. إذن طبعا الموارد طبعا ضرورية، والحكومة طبعا توفر هذا الأمر. هذه الموارد اليوم مرتبطة بخطة محدودة سيد ماثيو، أم كل مؤتمرات المناخ التي تبعناها هذا العام والأعوام الماضية ستفرض هذه استراتيجيات الملحة، أم أن هذه السيناريوهات أعداد الضحايا الضخمة جدا ستتكرر بشكل مستمر على مدى السنوات المقبلة؟ نعم بكل تأكيد. أحد الأشياء التي ينبغي أن نفصلها هي الفرق بين الزوابع أو وبين الأعاصير. الزوبعة تكون صغيرة ولكن الأعاصير هي أصغر، وطبعا الزوبعات دائما تبدو أقسى لأنها تكون مثل الزوبعة التي تدور وتضرب الديار وتدمرها. طبعا في ديسمبر نحن ليس من الطبيعي أن نرى
مثل هذه الزوابع، ولكن لم نكن نتوقع بأن يحدث بمدى أو بهذا الحجم الكبير. الأمور بكل تأكيد مترابطة بتغير المناخ، وطبعا ارتفاع درجات الحرارة هي التي تؤدي إلى حدوث هذه الزوبعات والأعاصير، والأعاصير أصبحت أقرب للأرض مما تنتج بعده زوابع. ولكن هذه المشاهد المتكررة، المدة الزمنية بين هذه الأعاصير أيضا المتقاربة، هي مؤشر أنها ستتضاعف في الأعوام المقبلة وربما في الأشهر ماثيو. نعم بكل تأكيد سنرى ذلك. حين نتحدث عن هذه ظروف الطقس غير الطبيعية والقاسية، فمثل أي نظام هناك، إذا كانت هناك طاقة فسيكون هناك ردة فعل من الطبيعة، ولكن قوة الأعاصير ومدى وكثرتها ازدادت أكثر فأكثر، فهناك أمطار كثيرة ورياح قوية. أما مع الزوبعات فبدأنا نرى مثلا في الجنوب الشرقي للولايات المتحدة، وبدأنا نرى الكثير منها وهي تغطي معظم فترات السنة وهي مدمرة كثيرا، وكنتيجة فعلينا أن نتوقع أن تحدث في أي وقت لأنها أصبحت عادية اليوم. الربط بين الاستراتيجيات الحكومية الواقع على الأرض هنالك هو كبير ماثيو. ما المطلوب من الحكومات التي تتحدث عن التمويل الضخم الذي تحتاجه خطة مواجهة التغير المناخي؟ أنا شخصيا أستطيع أن أقول بأنه لا يمكن لأي حكومة أن تعرف كيف يمكن أن تواجه التغير المناخي. هناك طبعا ليس هناك حلول حتى ملزمة، وحتى ولو مثلا أوقفنا استعمال الغاز أو الغازات فإنها ستخرج من المحيط الذي وضعناها فيه. إذن هذه الأمور ستتسارع، ولكن ما يمكن أن نفعله على المدى القصير هو كيف يمكن أن نتأقلم، وهذا ببناء ربما بنية تحتية أقوى والتي طبعا ستكون صلبة في مواجهة هذه الأعاصير والزوبعات. وكيف نصمم هذه البنايات التي لتكون أقوى؟ وحين نتحدث مثلا عن الساحل فينبغي أن نتحدث مثلا عن نقل البنايات بعيدا عن المياه. إذن يمكن أن نفعل شيئا كثيرا بشأن البنية التحتية حتى نحارب هذه الظاهرة. وأيضا مع هذه الأعاصير فالعديد من الناس سيعيدون بناء منازلهم، هذا ربما سيكون فرصة لبناء منازل أفضل وأقوى وأصمد. أشكرك جزيل الشكر خبير الأرصاد الجوية في صحيفة واشنطن بوست ماثيو كابتشي، كنت معنا مباشرة من العاصمة الأمريكية واشنطن. شكرا جزيلا لك.